Ramsey, Emir Buka وأيمن عبودة. Don't stop me. كل اثنين وجمعة من مدينة ثلاثة الخمسة على نجمة. رجعنا لكم مرة أخرى، تحية لكل السيد المستمعين اللي تحقوا بنا طوى في استاد ميد مواصلين معاكم للخمسة متاع العشية. أذكركم بموضوع اليوم، شنو رأيكم وتقييمكم للملعبية جدد اللي ينشطوا في الخارج واللي عزوا المنتخب لأول مرة. تكلمونا على 72-328-500 تتفاعلوا معنا وتكلمونا وتتفاعلوا مع موضوعنا. أذكركم كذلك نجموا تكونوا من الأربعة اللي بيشربحوا معنا اليوم، وكل اثنين وجمعة مع البيت دو سانسيز فوتشرز، أربعة أكيد أربعة فوتشرز للربح من هدية بيت دو سانسيز. كل ما عليكم تعملوه تحلوا الباج فيسبوك متاعنا راديو ميت تونيزي، تلقاو الابليكاسيون موجودة، تكتبوا الإجابة متاعكم في كومنتير وتعملوا بارتاج باش تدخلوا القرعة وتكونوا من الأربعة اللي بيشربحوا مع البيت دو سانسيز. وتوا وقية اللعب والربح وشنو الماتشوات تنجموا تلعبوهم مع البيت دو سانسيز مع أيمن عبودة في درجين لعب مع البيت دو سانسيز. درجي اللعب مع بيت 216. مع بيت 216 لعبك مضمون وربحك مضمون. بيت 216 بوانتين أمير. الربح ربح لعبك مضمون ربحك مضمون. هذه الحصة الأخرى اليوم في الجورني فيفا اللي باش نعديوها لل سيد المستمعين والنظارة ستريمينج تبعوا فينا الباج متاعنا. عجبتني نظارة جديدة. أكيد نظارة مادام ينظرونا ينظرونا في الفيسبوك دونك نظارة فيسبوك والستريمينج معناتها كيف كيف. دونك نبداو ديريكتومون بالماتشوات اللي باش يتلعبوا اليوم نهار ثلاثة. هذاك اش قد اللي ترجعنا الكرة اللي نحبوها بريمير ليغ والبوندس ليغا والتشامبيونز ليغ والتشامبيونز ليغ زادة على الأبواب الجمعة الجاية زادة وكل. دونك ترجع الكرة يرجع حتى الشواء ونجموا ندلوا على الماتشوات بالحق، خاطر اكثر الماتشوات واكثر الشواء تنقص الاغلاط ماكش مهمش تلعب على كل شيء. يزينا من نوستالجي تو نتعديو للرياليتي والماتشوات الموجوده اليوم وغدوه. نبداو بالماتشوات بتاع اليوم نهار 2/9 سبتمبر 8 غير ربع الماتشوات الكل اللي تلعبوا. نبداو المباراه الاولى اللي اخترت لكم اللي هي اسكتلندا تستقبل بلجيكا. اسكتلندا 7-23 ليكس 4-43 وبلجيكا 1-32. محد ما يخمم اللي بلجيكا معناتها باش توحل في اسكتلندا، ولكن ديما اسكتلندا جمعيه في بلادها كيما قلنا المره اللي فاتت البريطانيين هذوما ديما ماهم سهلين، صعب باش انهم ما يسلموش بالساهل وما سمعنا في كلمه كباش براق ديما اللعبه معاهم صعيبه. ولكن بلجيكا توا دوسي دولو قويه ياسر وبالحق تطلع في كاتيجوري اخرى. دونك لذلك انا اخترت دو شيء تاع بلجيكا 1-32، اخترت دو لا بريمير ميتون تاع بلجيكا اللي هي 1-85، واخترت الجي جي كنت باهي 2-0 مش حتى ولا كان اسكتلندا احدث المفاجاه اونتر جيومي وسجلت، خلينا نسمع حتى كاسكتلندا باش تماركي الاولى باش تاكل 3-4 من عند بلجيكا عادي. دونك امكانيه ان اسكتلندا تماركي بلجيكا ماشي صعيبه ياسر، وبين بلجيكا زاد باش تماركي اسكتلندا ماشي صعيبه. دونك جي جي وارد جدا وكوتا ممتازه 2-0 امير. المباراه المواليه فرد توقيت فرد نهار كما قلنا نهار 2 روسيا تستقبل كازاخستان. روسيا كما اللي فات اللي عملنا عليها زاد كما قلت لك روسيا لعبت البر امير، قلت لك وقتها باش تربح وربحت ربع 2-1. دونك روسيا جمعيه ممتازه من كاس العالم، روسيا خرجت حاجه وحيد اللي خرجت بها هي ليكيب اللي عملتها، عملت ايكيب ممتازه ايكيب تاع معناتها المستقبل وكيب اللي تنجم تشدها توا حتى كشي كوب دي مونديال ولا بدات تعطي من بعد عندها جوارات صغار وملاعبيه وكيبا كاسحه توا. دونك روسيا تستقبل كازاخستان كما قلنا روسيا 1-16 ليك 6-24 كازاخستان 12-21. الاختيار الاول هو روسيا لاس شيح 1.16 1-16. الاختيار الثاني 1 على بريمير ميتون روسيا تربح الشوط الاول 1.58. والاختيار الاخير اللي هو 1 دي مش 1 زعما لاس اكس مش 1 شيح لاس اكس 3 بلس 1.63 معناتها روسيا تربح المباراه ما تخسرش المباراه ويكونوا موجودين على الاقل 3 اهداف في المباراه المجموع. دونك نعاودو لاس شيح نتاع روسيا 1.16 لاس على بريمير ميتون 1.58 ولاس اكس 3 بلس 1.63 بالنسبه لروسيا كازاخستان. المباراه الثالثه ديما كيف راه نهار 2 8 غير ربع الليله لونغري تستقبل سلوفاكيا. لونغري كوتتها 2.48 ليكس تعادل نتاعهم 2.91 والدو نتاع سلوفاكيا 2.62. اخترنا الان اكس لونغري في بلادها ما تخسرش 1.41 واخترنا الان اكس دو بلوس لونغري ديما ما تخسرش ولكن مينيموم زوج اهداف في المباراه 1.90 كوتا باهي كوتا باهي على الاخر زاد مش 1.90 بوسيبل
وي ممكن هاي لا عادي جدا يوفى واحد واحد مباراة كيما هذيا سلوفاكيا مستهينش بها هونغري لونغري في بلادها هذا بالحق جمعية ممتازة في بلادها نمشيو المباراة الأخيرة يوم اليوم نهار اثنين اللي هي تستقبل اللي هي تدور بين بولونيا والأوستريا الأوتريش دونك عندنا بولونيا في بلادها 2.2 ليكس 3.4 والأوتريش 3.8 اخترت الآن إكس تاع بولونيا اللي هو 1.32 واخترت الجي جي اللي هو 1.81 خاطر الأوتريش جمعية ممتازة بالحق جمعية المباراة الأخيرة اللي ربحنا ربحت بسكور كبير بولونيا خسرت المباراة الأخيرة أمير ماشي فورما ولكن بولونيا توا تحت حتمية النتيجة يلزمها تعمل نتيجة يلزمها تربح المباراة هذيا كما قلت لك الأوتريش ماشي بالخصم الهين نتصور جي جي اقرب حاجه للمباراه هذه اللي هي شماركي وزوز اي 1.81 مباراه تستحق باش انها تكون مفتوحه بالنسبه لبولونيا خاطر بولونيا باش تهاجم والاوتريش ماهيش قلت لك من جمعيه اللي تجي تقول هاني خاسره ولا باش تسيب سهله جمعيه ممتازه عندها جوارات ممتازين منهم الابا تاع بايرن ميونخ للجوش اللي هو يرى معهم يرى متقدم ياسر في الاوتريش مش كيما في البايرن نعرفوه معروف بالضربات الحره معناتها الكفرونات بتاعه معناتها كي يبدا قدام 18 99% هدف معناتها كان ماشي ما يفلتش اي معناتها واحد من احسن الجوارات اللي تشوت كفرونات في العالم دونك بولونيا الاوتريش كيما قلت لكم اكس تاع بولونيا خاطر حتميه النتيجه 1.32 والا جي جي 1.81 نمشيو زوج مباريات الاخرانيين اليوم يتلعبوا نهار 3 نهار 10 سبتمبر كيف كيف 8 غير بعض زوز وزوز نهار 3 نبداو بالبانيا تستقبل ليزلاند دونك البانيا 2.72 في بلادها ليكس 2.95 وليزلاند البرا 2.60 انا ليزلاند جمعيه نمن بها معناتها تعجبني ياسر جمعيه بسيكورتسون خاصه جمهورها اي عندهم عندهم التشجيع الشهيره اللي نعرفوها هذيك اللي صفقوا بيديهم ويسيحوا معناتها عملوها وقتها في كوب دي موند وكلنا حاجه ممتازه دونك كوب دوروب هما بداوها وقتها كوب دوروب في كاس الاوروبي صحيح كوب دوروب بداوها دونك ليزلاند البرا 2.60 هذا اختياري الاول تربح دونك دو شيح ولا اكس 2 تاع ليزلاند في البانيا اللي هو 1.47 امير المباراه الاخيره اللي هي مونتينيغرو تستقبل تشيك ريبوبليك تشيك دونك مونتينيغرو في بلادها 3.48 ليكس 3.06 وتشيك البرا 1.94 انا اخترت اختيار واحد المباراة هذه اللي هو ان اكس خاطر ديجا ان اكس وارد جدا بالنسبه لمونتينيغرو تشيك ماشي في فورما 1.70 بالنسبه للمونتينيغرو في بلادها ماشي شويه ان اكس عندك معناتها مونتينيغرو ماشي تخسر كونتر تشيك في مونتينيغرو ودخل كوتا 1.70 ماشي شويه دونك هذه هي الكوتا الاخرانيه اللي كانت عندنا امير تفضل ماذا بينا عودوها من الاول وجديد عبوده مع اللي كوت نتاعهم بطبيعه وخلينا نشوفوا انت شنو تلعب معناتها انت اذا كان الشو عندك شنو تلعب بالضبط باهي انا ما عارف باش تعاود على ذاك قلت لك تفضل عارف باش تقول لي عاود دونك نعملوا ريكابيتولاتيف كالعاده باش العباد اللي ما تبعتناش تاخذ فيس عش حاجتها ونذكر سادة المستمعين حتى سادة المستمعين اللي فوتهم اكيد اللي كوتا ذوما والاقتراحات نتاع عايمن عبود تنجم تلقاو الفيديو على الباج فيسبوك نتاعنا راديو ميت تونسي اكيد دونك امير عندي سؤال سؤال قبل ما نكملوا في نعاود نعطيهم شو حكينا الدرجه الاخرين والدرجه اللي فاتوا انا كنت تقول لي شنو راه نقول لك انا ماذا بيا نستنى معناتها نقرن بعض المباريات خاطر تنجم تعملها راهو كي تحل بيت 216 توا تلقى فار اكزومبل اللي موجود البريمير ليغ الكالتشو ليغ 1 لا ليغا تلقى لي شامبيونا الدوريات الممتازه اللي مسلسلين نلعبوا عليهم الخمسه ولا الاربعه من الدوريات الكبار اللي نلعبوا عليهم في الاوروب موجودين توا ماتشات موجوده دونك كنت تختار فار اكزومبل ما نعرفش انا اربع ثلاثه ماتشات اليوم يظهروا لك واضحين كوتات واضحين تلعب عليهم وتزيدهم ما نعرفش ثلاثة أربعة خمسة ستة ماتشات أخرين من الكبارات اللي نعرفوهم بارسا ريال ما نعرفش سلون شفما ماتشات معناتها ليفربول سيتي يوفي فهمت تصور هكا عز لعبة خاطر تطور راهو في برشا كوتات طايحين أمير أسبانيا تبدا كوتا 1-0 كيف كيف زادت ما نعرفش أنا هولندا كوتا 1-0-6 ولكن باش يقوى اللعب مع عودة البطولات أكيد ولا على ذاك شكون قلت لك أنا خاطر احنا هذا تحب ولا تكره معناتها كي الدودة معناتها اللعبة تعجب تحب ديما تلعب ماذا بيك كل نهار تلعب يتيح كوبون تاع واحد اخر حتى كي تربح ماذا بيك تعاود تلعب دونك ما نستناوش ديما نلعبوا دونك ما تنجم من توا تلعب ثلاثة اربع ماتشات تعاون كيف تتفرج عليهم اليوم يدخلوا هما تلقى روحك ديجا متعدي بكوبون لنهار السبت ولا جمعة ولا حد جايين وانتر تو تزيد تلعب على روحك نهار الجمعة فما حتى اشكال واضح ديما نلعبوا المهم نمشيو دونك نعاود فيسا امير الماتشات اللي عندنا دونك سكوتلندا بلجيكا في سكوتلندا لعبة بلجيكا 1.32 كوتتها 2 اخترناه دونك 1.32 و2 على بريمي تون 1.85 بلجيكا و جي جي 2.02 2.02
اخترنا روسيا كازاخستان كيف كيف. روسيا في بلادها لص 1.6 كوتو لص على برونوميتون 1.58 وعندنا 1 اكس تاع روسيا 3 بلس يعطيك 1.63 ككوتو. هنغري تستقبل سلوفاكيا اخترنا 1 اكس تاع هنغري 1.41 واخترنا 1 اكس 2 بلس تاع هنغري 1.90 1.90 كوتو. البانيا تستقبل ليزلاند انا البانيا اخترنا الاكس 2 تاع ليزلاند اللي هو 1.47 واخترنا 2 تاع ليزلاند البر اللي هو 2.60. مونتينيغرو تستقبل تشيك اخترنا ذي خيار واحد اللي هو مونتينيغرو ما تخسرش دونك لاسيكس مونتينيغرو 1.70 كوتا ممتاز. اخر مباراة لنا واخر زوز كوتات باش نعطيهم لكم بولونيا تستقبل لوتريش دونك اخترنا الان اكس تاع بولونيا 1.32 اخترنا جي جي زوز جمعيات ولا زوز كيفيت ناسيونال يماركيو دونك 1.81 هذه الكوتة الأخيرة أمير وهذا اش كان عنا اليوم في البيت 216.1 برجيلا مع بيت 216.